السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم في موضوع جديد وفي فيديو جديد. البارح حطيت فيديو على كيفاه نديروا الميموار من أول خطوة لآخر خطوة. حط لي واحد تعليق أحد الإخوان، قال لي ديرنا كيفاه نديروا بلاطر، مالجري البلاطر راهو جاست ميديكال ماهوش باراميديكال. عندك الخياطة والبلاطر أمرهم جاست ميديكال مش باراميديكال، ولكن سواء به تكتسب ثقافة عامة، سواء به تعرف كيفاه يندار البلاطر، سواء إذا كنت في المؤسسة اللي تخدم فيها أنت يخليوك تدير البلاطر. أنا عليا ندير لك الموضوع ما خاسر والو. أصلا كاين ناس ثاني تحب تعرف كيفاه يندار البلاطر وما على بالهاش. اليوم إن شاء الله في الموضوع هذا راح نديرو كيفاه يندار البلاطر من أول خطوة لآخر خطوة بطريقة سهلة ومبسطة. وانتوما ما عليكم غير تبارتاجيو لا فيديو عندكم، تدعمونا بلي جام ودي كومنتار، وتدعمونا الصفحة على الفيسبوك والانستغرام وطاقيو صحابكم. نفرضوا انك في ليزيرونس، جاك واحد مكسر وبعد ما دارولو لي بيلون كلينيك كامل تاعو، راديو ما على باليش، ويكزامينيه طبيب هذيك، وش راح تدير انت في الحالة هذيك؟ اول حاجة وقبل كل شيء راح تروح تحضر الماتريال او العتاد اللي راح تخدم به كامل قدامك، تجيبه وتحطه قدامك، باه من بعد كي تبدا تخدم ما تبقاش تروح منه وتروح منه وما على باليش وتتخربط وتحوس وكذا، والسيدة وقاعد يستنى ويتوجه. الماتريال اللي عندنا ديغون سوا ستيريل سوا ايزاج اونيك، عندك كومبريس ستيريل، عندك ثالث حاجة اللي هو الكول باه ديزانفيكتي البلاصة اللي راح ديرها البلاطر، عندك كوتون رولي، عندك جيرزي القماش هداك، عندك لي بوند بلاطخي، عندك وعاء ثاني نحطو فيه الماء دافئ باه نشمخو فيه البلاطر هداك. هنا في لا تكنيك كيفاه نخدمو البلاطر، واش راح نديرو؟ تغسل يديك وتلبس لي غون تاعك، ترفد كومبريس ستيريل تحط فيها شوية الكول وتروح تعقم به المكان اللي راح تدير فيه البلاطر. من بعد شو نديرو؟ نقيسو المكان اللي راح نبلاطريوه، مثال لقيناه 20 سنتيم نروح نقصو 20 سنتيم جيرزي ونلبسوه في المكان اللي راح نبلاطريوه، كلكو سوا في اليد ولا في الرجل. ولازم الجيرزي هذاك نكسلوه مليح وما نخليهوش فيه الانثناءات هذيك ولا الانحناءات. من بعد نجيبو الكوتون رولي هذاك وندوروه في المكان اللي راح نبلاطريوه، يعني فوق الجيرزي اللي درناه، ولازم ما نزيروهمش. من بعد نروح نجيبو 3 بوند تاع بلاطر، كاين بوند بلاطري، كاين انواع تاع لي بوند، كاين بوند فالبو هذيك اللي تجي استيكي تطوط، وكاين بوند غاز، وكاين بوند بلاطري وحدها سبيسيال مديره بالبلاطر، هي كي شغل بوند غاز وشيهم لابسينها البلاطر. في لي بوند دو بلاطر كاين مقاسات، يعني كاين بوند، كاين كل بوند والعرض تاعها، كاين لي عرضها 10 سنتيم وكاين تاع 15 سنتيم كيما كاين تاع 20 سنتيم، يعني تستعمل كل وحدة فيهم على حساب المكان اللي راح تبلاطريه. كيف هنا في الحالة تاعنا راح نستعملو تاع 10 سنتيم برك، بويسك الجزء اللي راح نبلاطريوه صغير. درك نبداو بلا بروميير بوند، واش راح نديرو لها؟ نشمخوها في الوعاء اللي فيه الماء، الماء دافي بيان سور، من بعد نعصروها شويه شويه بيدينا، ومن بعد نبداو نروليوها بشكل شبه مائل وما نزيروهاش بزاف، ونحاولوا ما نخليوش الانثناءات هذيك. وثاني نحاولوا نخليو الاطراف تاع الجرزي ما نبلاطريوهمش، بويسك من بعد البلاطر هذاك كي يبس راح تولي الحواف تاعو يابسه، والحواف هذيك اليابسه راح نغطيوها بالطرف تاع البلاطر اللي ما درناهوش، الطرف تاع الجرزي اللي ما بلاطريناهوش. كي نكملو لا بروميير بوند نشوفو كي شغل كاين فراغات صغيره تاع البلاطر، واش راح نديرو؟ نحنا نحاولو ندلكوها بيدينا شويه شويه برك، بيان سير وانت تكون لابس لي غون. الخطوه الاخرى واش راح نديرو فيها؟ نجيبو لا دوزيام بوند ونشمخوها في الماء الدافي هذاك، ومن بعد نعصروها شويه شويه بيدينا ونعاودو نروليوها بنفس الطريقه تاع لا بروميير بوند. بعد لا دوزيام بوند واش راح نديرو؟ نزيد نجيبو لا تروازيام بوند ونعاودو لها نفس التكنيك، ونشمخوها تاني في الماء الدافي هذاك ونعصروها بيدينا شويه شويه،
ونروليوها بنفس الطريقة، جور طريقة شبه مائلة باه ما تشكلكش الانثناءات هذيك. درك هنا بعد ما كملنا ورولينا لي تروا بوند كامل على اليدين، لي بوند بلاتريت بيان سور، وانت ما زلت لابس لي جون تاعك هادوك، واش راح دير؟ راح تروح تدلك البلاتر هذاك شويه شويه بيدك هكا باه يبان املس كيما تشوفوا اي واحد مداير بلاتر، يبان ارطب هك شويه. وفي الاخير بعد ما كملنا البلاتر وبعد ما كملنا الجاس تاعنا، واش راح نديرو؟ راح نبقاو نسيرفييو المالاد هذاك لمده ساعه او ساعتين من الزمان عندك في لوبيتال، وراح تشوف اسكو يدو تنمل عليه ولا لا، اسكو صوابعو يتنفخو يزرقو ولا لا. سينو لهنا واش راح نقولو؟ نقولو مادام زرقو صوابعو نقولو عنده سيانوز بيغيفيريك دي دوا، ولهنا اوتوماتيكمون لازم يتقلع البلاتر بويسك هنا راح يكون مزير عليه، ونحنا حكينا في السوجي تاعنا لازم ما نزيروش اي حاجه بويسك كي راح يتزير عليه وراح تتنمل يده، راح يتنفخو صوابعو راح يزرقو ويصرى لهم سيانوز بيغيفيريك دي دوا. هنا اوبليجي علينا نقلعوا له البلاتر ونعاودوه من الاول جديد، وهنا راح يولي لك دوبل ترافاي. بالنسبه كاين ملاحظه صغيره بركة، مثال انت جيت راح دير البلاتر في البلاصه هادية ولقيت البلاصه هذه انت راح ديره من هنا لهنا، ولقيت البلاصه هذه فيها جرح مخيط ولا ما على باليش جرح ليسونسيال جرح، هنا واش راح دير؟ كاين ناس يتسائلوا بزاف هنا، بيان سور راح تخلي كي دير البلاتر تخلي طاقه صغيره من هنا يتهوى عليها الجرح، بويس الجرح ثميك مزال مش كيما نقولوا احنا مزال ما ارتاحش مزال ما براش، وانت رحت قفلت عليه راح يتعفن الجرح هذا لهنا وراح يزيد يتانفكتا وكابابل راح تتعقد حالة المريض لهنا وتولي انت السبب الرئيسي في الحالات المريض هذه. مالك يدير حاجة الفو تتوله مليح وما نتلعحوش على حاجة أكبر منا وخطيتنا، سيرتو هذا البلاطرة وجاست ميديكال مش باراميديكال. نتمنى أنكم فهمتوا وأنه الشرح كان بأسلوب سهل، والسلام عليكم ورحمة الله.